بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يوجب ثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدم أن الإنسان يؤتى من عدة جهات، يؤتى من النظر، ويؤتى من الكلام، ويؤتى من التفكير في القلب، ويؤتى من الخطوات هو المشي إلى ما حرم الله. الخطوات إذا كانت إلى الطاعة فإنها عبادة، كالمشي إلى المساجد، المشي إلى الحج والعمرة، والمشي إلى حلق الذكر وطلب العلم، هذا مشي يكون عبادة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم جاء في تفسيرها أن من معناها المشي إلى المساجد، وكذلك أعمالهم الصالحة التي يتركونها خلفهم من الأوقاف والصدقات وغير ذلك. الشاهد أن الآثار إلى العبادة تكتب، أما الآثار والمشي إلى المعاصي فإنها تكتب عليهم سيئات. نعم. وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. فيما يرجو ثوابه، يعني إلى الطاعات أو إلى طلب الرزق والأشياء المباحة. نعم. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. نعم. إذا لم التأخر عن حضور المحرمات والمعاصي، تأخر عنها خير له، أنه يبقى في بيتها ويبقى في مكانه يسلم، يذهبون إلى المسارح ويذهبون إلى دور اللهو، يذهبون إلى هؤلاء في إثم. نعم. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. نعم. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. نعم. حتى الخطوات المباحة إذا نوى بها طاعة الله، الاستعانة بها على عبادة الله، صارت له أجرا عند الله عز وجل. ليمشي يطلب الرزق إذا نوى به الكفاف ونوى به الاستعانة على العبادة، فيكتب مشيه إليها عبادة. نعم. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. هذا فيه عثرة الرجل وعثرة اللسان، يتوقعها الإنسان، يتوقع عثرة الرجل أن يمشي على الأرض هونا بدون تكبر وبدون خيلاء وبدون أذى، واللسان كذلك يكفه عن الكلام الذي لا يجوز. نعم. وعثرة اللسان أشد من عثرة الرجل. نعم. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما أنه جمع بين الخطرات، جمع بين الخطرات في القلب، وجمع بين النظر، جمع بين النظر، يعلم خائنة الأعين، هذا
خطوات هذا خطيئات البصر، وما تخفي الصدور هذا خطيئات التفكير. نعم. فصل. وهذا كل جماعة صلى الله عليه وسلم فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطوات في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني جمع بين النظر المحرم والفكر المحرم. نعم. فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش، لا تقربوها، يعني اتركوا وسائلها التي تؤدي إليها، وهذه وسائل، هذه المذكورات وسائل. نعم. وقد قال النظر، النظر المحرم وسيلة إلى الفاحشة، المشي إلى أماكن المعصية وسيلة إلى الفاحشة، الخطرات والتفكير إذا فكر في الحرام وفكر في المعاصي هذه وسيلة إلى الفاحشة. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. أخطر ما في الإنسان هاتان الجارحتان، الفم يتكلم الكلام المحرم، وما أكثر هذا، والفرج بأن يقع في الشهوة المحرمة. فإذا حفظ لسانه وحفظ فرجه دخل الجنة كما في الحديث. نعم. الذين هم لفروجهم حافظون. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الشاهد في قوله الثيب الزاني، هذا الفرج، هذا هو الفرج. يحل الدم إذا زنى وهو محصن يرجم، يحل دمه، هذا خطر عظيم. نعم. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. نعم. عدل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. فقرن الزنا مع قتل النفس بغير حق، وبالشرك بالله، التارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. نعم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه. نعم. فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة. نعم. وأيضا فإنه انتقال من الأكثر إلى ما هو أكثر منه. نعم. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها. المرأة إذا زنت هدمت المجتمع، أولا تهدم أسرتها وتلحق بهم العار، وتهدم المجتمع في فساد الأعراض وفي كثرة أولاد الزنا وفي حدوث الأمراض غير ذلك. ولهذا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها. نعم. ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل. وإن حملت ما أكثر ما يقع قتل أولاد الزنا، تقتل ولدها إما بأن تحتال عليه بإسقاطه وإجهاضه، وإما أن تقتله بعد ما يولد بزعمها أنها تفر من العار، وهي تقع فيما هو أشد وهو قتل النفس والعياذ بالله. نعم. أو أن أولياءها وأقاربها يفعلون هذا، يقتلون ولد الزنا، إذا زنت امرأتهم قتلوا الجنين، هذه جريمة كبيرة، قتل للنفس بغير حق، ما جريمة هذا المولود أو هذا الطفل. نعم. فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل،
وإن حملته على الزوج أدخلت على أهلها على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم. وإن سكتت وأدخلته على الزوج كأنه من أولادها ومن صلبه هذا شيء أشد، لأنه ترتب عليه ميراث وترتب عليه محرمية، فيترتب عليه أمور شديدة. وإن تبرأت منه ألحقت العار بنفسها فهي بين ثلاثة أمور: إما أن تقتله، وإما أن تسكت وتدلس به على زوجها تلحق به أولادا من غيره، وإما أن تعترف بأنه ليس من زوجها وأنه زنا ويحصل بذلك العار. نعم. وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها. نعم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. كذلك إذا زنى الرجل جنى على نفسه لأن أفسد عرضه، وجنى على المرأة وأوليائها، وجنى على المجتمع. الزاني عضو فاسد، ولذلك يرجم إذا كان ثيبا، أو يجلد ويطرد من البلد إذا كان بكرا، لأنه أصبح عضوا فاسدا. ولا شك أن الزنا له أسباب: النظر المحرم والعري والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء، هذه أسباب للزنا، هذه أسباب. ولهنا أضعف من الرجل مع المرأة، لا أضعف من الرجل مع المرأة. نعم. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، كبيرة اللي هي الزنا. نعم. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. نعم. صلى الله عليه. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. نعم. فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. نعم. صلى الله عليه. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. خراب الدنيا معروف، وخراب الدين أيضا. نعم. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. عمرت؟ نعم. نعم. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. نعم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. نعم. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، يؤثر على القلب. نعم. ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. ملك. ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. لذلك تجد الزاني خجلا في المجتمع، وتجده مهان وذليل ويخاف، أما لو سلم من الزنا أصبح عزيزا، أصبح شجاعا ومحبوبا، الناس يكرهونه، الناس كراهية في القلوب ويبتعدون عنه. نعم. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه. الرجم. الرجم يقتل بالرجم، ما يقتل بالسيف، ما يقتل بالسيف أو بالرصاص، وإنما يقتل بالرجم بالحجارة حتى يموت، هذا أشنع قتلة، لأن جريمته أشنع جريمة. نعم. ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. نعم. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. نعم. لو قتلت هذه المرأة ظلما وعدوانا مع تحريم القتل وشدة
جريمته لكان أهون من الزنا. إذا زنت فإنها تكون قد سقطت من المجتمع وجرت عارا على قبيلتها وعلى أسرتها. أما لو تقتل ما جرت عار ولا جرت شيء، بل يترحم عليها ويدعى لها ويقال مظلومة. لكن إذا قتلت بالرجم فإنها تجر عارا على أهلها وعلى نعم. وقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. نعم، هذا الإيمان، الإيمان يكون معه غيرة على المحارم، حتى لو وجد مع أهله رجلا يستريب منه فقتله فإن هذا من الغيرة على العرض، والله جل وعلا يغار على حرماته. نعم، الرسول يغار، فدل على وجوب الغيرة للأعراض، الغيرة على المحارم، عدم التساهل في ترك المحارم، بل يكون الإنسان حازما مع محارمه. نعم. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. والغيرة هي الغضب، غيرته هي الغضب، يجب الغضب لله عز وجل في حرماته. نعم. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. نعم. نعم. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. نعم. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. وقد جرت سنة الله سبحانه يخشو الزنا بسبب في آخر الزمان، يكثر بسبب التساهل في العورات، والتساهل في الحجاب، التساهل في النساء، ترك النساء يعملن ما يشأن من، وقال حرية المرأة، هذا يسبب كثرة الزنا في آخر الزمان. نعم. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. إذا كثر الزنا في الأرض حصل الدمار، حصل الخراب في العالم، ولهذا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا أمره خطير جدا على المجتمع. الآن كما تعلمون من الإصابة بفقد المناعة الذي كثر وخوف العالم الآن، وليصاب به يعزل عن الناس، يكون في مكان معزول إلى أن يموت، لأنه ما يرجى شفاءه ولا يفيد علاجه، وهذا إنما يكون بسبب الزنا واللواط والفاحشة. ويذكرون نسبا هائلة من هؤلاء في الدول. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. نعم. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنة
ابنه يغمز امرأة فقال مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له هكذا غضبك لي لا يكون في جنسك خير أبدا. نعم، يعني ما لما رأى بنته أو رأى ابنه يغمز المرأة ما أدبه، بل قال مهلا يا بني، يعني ما قال إلا كلمة باردة ما فيها، فغضب الله عليه وعاجله بالعقوبة. نعم. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. هذا في البكر، والثيب يرجم، أشنع رجم. نعم. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه. ولا تأخذكم بالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بكم. فالرأفة هي تطبيق الحد لا منع الحد، منع الحد ليس رأفة وإنما هو شر. نعم. ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. نعم. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيرهم من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. الله جل وعلا أعلم، فلذلك شرع هذه الحدود مع أنه أرحم الراحمين. هذه الحدود لا شك أنها مؤلمة وأنها شديدة، ولكن الجرائم التي شرعت من أجلها أشنع جرامة وأشنع جريمة وأشنع أثر، فكيف يرحم ويترك حد الزنا ولا يرحم المجتمع الذي أساء إليه، ولا ترحم المرأة التي أفسد عرضها؟ لا يجوز أنه إن المجرم يرحم، بل يطبق عليه الحد. الرحمة في إقامة الحد عليه، الرحمة في إقامة الحد عليه من أجل تطهيره هو، ومن أجل توبته، ومن أجل حماية المجتمع أيضا. نعم. وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، يعني أشد الناس يجدون من الغضب على الزاني أكثر مما يجدونه على السارق، مع أن السرقة جريمة، شارب الخمر مع أن شرب الخمر جريمة، ولكن الجرائم تتفاوت حسب آثارها وعواقبها. إذا فكرت وجدت أن الزنا لا أشنع منه ولا أشد خطرا منه. نعم. فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيرهم من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. نعم. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأغذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا نقاص العقول كالخدام والنساء. حكي صلى الله عليه، ولقد حكي لنا من ذلك شيئا كثيرا نقاص العقول كالخدام والنساء. نعم. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين،
ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفغ النفوس منه، وفيها شهوة غالبة له فيصور ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهم أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. نعم، لا تقام الحدود خفية، إنما تقام في مجامع الناس وظاهرة من أجل الردع، من أجل الردع والاعتبار. نعم. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولا أن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعد. يفسد. أحسن الله إليك. فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغاره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب، ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا، وكان في كبره خير منه في صغره، وبدل سيئاته حسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات، وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له، وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات وأحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله وأعلم قال أحسن الله قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله وأعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا،
ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال: الناصر مولاي، فعاد عليه القول. قال أحسن الله إليك. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر من ملوك الأندلس نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله. جعل ابنه فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال: الناصر مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك. ثم أصابته غشية فلما أفاق قال: الناصر مولاي. وكان هذا دابه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي. ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك، والقتل القتل، والقتل القتل. ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلح فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. قال: وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يا زده ده وزده، تفسيره 10 بـ11. يعني بيع وشراء. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام من جابي. قال: وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب الحمام، فمرت به جارية لها منظر، فقالت: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال: هذا حمام من جاب. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في الأصل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب على ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة، فيختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال: ويروى أنه كان بمصر رجلا يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنواع العبادة، فرقي يوما المنارة
على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. فقالت: لماذا؟ قال: سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال: أتنصر؟ قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم راقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. قال: ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع علم به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده، فأخبره بذلك الناس ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مدخل الغيبة، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: يا سلم يا راحة العليل، ويا شفى المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داري حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. فصل. ولما كانت مفسدة اللواط يكفي نقف عندها.